عندنا في الفن احتفاء دينا داش، اخت يعني هي نجوميتها لانها اخت احمد داش. لا بامانه هي كمان عندها فيديو بلوجر، هي فيديو بلوجر بتعمل بعض نصايح ليها علاقه بالمغردين او بتتكلم على الفاشون، بتتكلم على الازياء الاتيكيت الموضه، فيبقى من النشطه يعني. هي انفلونسر وبتدي نصايح كمان للانفلونسر، وهي بنت نشطه جدا يعني. ودي كانت من ضمن اللقطات اللي اهتم بيها دول اخواتها على فكره، اوكي. وكان في تعليقات كتيره جدا على فستانها وعلى فكره يعني، كتير جدا من البنات كانت بتتكلم على فكره ان هم الصور حببتهم في الجواز او حبتهم في تجربه الجواز على رايي. هو اليومين دول على فكره في اكتر من حاله زواج وحاله ارتباط مع عيد الحب بقى جميعا. عيد الحب بكره، كل سنه وهم طيبين وانت طيب جميعا. كل سنه وانت طيب بس خير. انت طيب يا حبيبي. انت طيب. كل سنه وانت طيب. انت طيب. بكره بقى ورد وكده ده بديب.